الجريمة الكاملة رح تكون آخر رواية بكتبها بحياتي، حتى إشعار آخر. شو رح يكون مصير السيد حلمي بهالحالة؟ سيد رايد، بس تقرأ الرواية رح تكتشف بأنه سيد حلمي شعر بالعجز وعدم الأهلية فأحلته للتقاعد. كيف بدك تكمل حياتك؟ كيف بدي كمل حياتي؟ عادي، بدي أعيد ترتيب أولوياتي. أنا بحاجة لوقفة ممكن تكون طويلة شوي مع نفسي، بس أكيد أكيد رح أشتغل سيد حلمي. طيب، لاحظنا وجود مدام دينا بين الحضور، هل في نية ترجعوا لبعض؟ لا لا، أنا ويونس ما بننفع نكون جوازين، بس على المستوى الإنساني نحن أعز أصدقاء، لأنه اللي بيجمعنا هو أهم من الزواج، ابننا يزن. بالمناسبة، عفواً، بالمناسبة دينا ممثلة مسرح تقيلة، وخاصة ممثلة مسرح بما تعني الكلمة من معنى. عم بتحضر لعرض مسرحي جديد، وأنا بستغل هالفرصة وأدعيكم جميعاً لحضور هذا العرض. العرض رح يكون من إخراج الأستاذ روني. تحياتي أستاذ روني، أنا متأكد أنكم رح تستمتعوا. مجد باطل إنك تتواطأ مع نفسك وتترك الحياة بس تكتب لك روايتك بدون أي تدخل منك. أنا يونس جبران أقر وأعترف بأني السبب الرئيسي وراء كل الجرائم اللي صارت بالوقت اللي كان ممكن اتدخل ومنعه، كأني كنت عم منحت تمثال الموت بإيدي، تمثال صنعته بإزميل الشغف ورعشة التنقيب عن سر الأسرار. وكل يوم كانت ملامح القاتل عم تتكون وتتوضح قدامي لحتى ظهرت على صورة ملاكي الحارس، فكرتي الجميلة التي تمشي على قدمين. مجدولين يا حلوتي، آسف لأنني كنت فصرتي.